للحديث أكثر في هذا الموضوع سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور فايز أبو عطية. سعادة السفير مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز. أنا بالنسبة للاسم فايز أبو عطية. أهلا أهلا بك سعادة السفير. سعادة السفير ما الذي يمكن أن تقدمه أو ما الذي ينتظره الفلسطينيون من القمة العربية التي ستعقد في شهر مارس القادم في الجزائر؟ طبعا أولا هذه زيارة دولة للسيد الرئيس محمود عباس للجزائر جاءت بناء على دعوة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والسيد الرئيس محمود عباس طبعا يعني لبى هذه الدعوة الكريمة فورا، لأنه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ينظرون باحترام كبير وتقدير كبير للجهود الدبلوماسية والسياسية والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية. هذه المواقف التي اعتاد عليها الشعب الفلسطيني تاريخيا، ولكنها اليوم تشكل إسناد حقيقي في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات، ولذلك ننظر لها بأهمية كبيرة سيما في ظل انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر وبرئاسة الجزائر حقيقة. وبالتالي نحن نتطلع إلى أعلى درجات التنسيق، ولذلك كانت هذه الزيارة للرئيس محمود عباس كانت هذه الزيارة من أجل يعني التنسيق السياسي على أعلى مستوى من أجل ضمان نتائج إيجابية للقضية الفلسطينية. نحن لا نريد أن نقول بأن هذه الزيارة تأتي لتوطيد العلاقة مع الأشقاء في الجزائر أو من أجل تطوير العلاقة مع الأشقاء في الجزائر، لأن العلاقة الجزائرية الفلسطينية تجاوزت كل حدود. الشعب الفلسطيني يعتبر نفسه هو الشعب الجزائري في نفس المكان وفي نفس الخندق، ويعتبر شعب واحد حقيقة. هذا ديدن الشعب الفلسطيني، ونحن على ثقة كبيرة بأن الشعب الجزائري أيضا والقيادة الجزائرية، وليس أدل على ذلك من ما قاله السيد الرئيس عبد المجيد تبون عندما قال بشكل واضح إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للشعب الجزائري والقيادة الجزائرية. ولذلك الحديث ليس عن تمتين أو توطيد العلاقة، وإنما على الحفاظ على هذه العلاقة ومزيد من التنسيق من أجل ضمان نتائج إيجابية للقمة العربية المقبلة إن شاء الله. طيب سعادة السفير، لما نتكلم عن التنسيق السياسي بين الجزائر وفلسطين، ما الذي نقصده بالتحديد يعني؟ يعني نحن مقبلين على قمة عربية، ما هي القرارات التي يجب أن تصدر عن هذه القمة العربية؟ القرارات الختامية أو النتائج الختامية أو البيان الختامي. بالتأكيد كما تعلمون الأمر يحتاج إلى تنسيق. أولا السيد الرئيس محمود عباس سيطلع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون على يعني آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، المؤامرات التي تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية. هذا من جانب، ومن جانب آخر التشاور معه وتبادل الرأي والتنسيق السياسي حول نتائج القمة، كل هذا مهم بالنسبة لنا. وبالتالي إحنا نتطلع لأن تكون هذه القمة كما قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون قمة فلسطين بامتياز، وأن تكون قراراتها لصالح القضية الفلسطينية. ونحن حقيقة يعني لا نريد إحراج إخواننا العرب، ونطلب منهم ما هو الممكن وما هو يعني يدعم القضية الفلسطينية. وبالتالي مطالبنا منهم معقولة، وهو التمسك والالتفاف حول قرارات الإجماع العربي، القرارات التي تم اتخاذها في القمم العربية السابقة. وبالتالي هذه القمة سيكون لها دور محوري ودور مهم في إعادة تصويب الأمور، بمعنى أن يجتمع العرب على ما اتفقوا عليه سابقا بشأن القضية الفلسطينية، وليس أقلها قرارات أهم الإجماع ما اتفق العربي عليه سعادة السفير. بمبادرة السلام العربية أهم ما اتفق عليه، وتريدون الرجوع على الأقل بمبادرة نعم التمسك بمبادرة السلام العربية التي تحرم وتجرب أي اقتراب من الإسرائيليين أو أي تطبيع مع الإسرائيليين قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
هذه قرارات الإجماع العربي، هذه قرارات مبادرة السلام العربية، وبالتالي هذا يشكل الحد الأدنى من مطالب للأمة العربية وللشعب الفلسطيني نحو حل القضية الفلسطينية. ونحن نطالب الجميع من الالتزام بهذه المبادرة، وأن يحذو حذو الأشقاء في الجزائر أن يكونوا داعمين إلى القضية الفلسطينية، وأن لا يسمحوا بأي اختراق. ونحن شاهدنا أن هنالك العديد للأسف الشديد من الاختراقات، وليس آخرها محاولات إسرائيل الدخول إلى الوسط الإفريقي من خلال الاتحاد الإفريقي، كأن دخلت إلى هذه المنظمة الدولية كعضو مراقب، والجزائر كان لها موقف واضح وكان لها موقف قوي في مواجهة هذه المحاولات الإسرائيلية والاختراقات الإسرائيلية. نحن سنكون بصراحة على أعلى درجات التنسيق، ونأمل أن تكون هذه قمة لصالح فلسطين ولصالح كل القضايا العربية. نحن مع طرح كل القضايا العربية بما يخدم كل الشعوب العربية. نعلم أن القضية الفلسطينية لها أهميتها، وهذا ما نتوقعه وهذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه من أشقائنا العرب، ولكن أيضا كل القضايا العربية الأخرى، سيما ما يعاني منه أشقائنا العرب في قضايا مختلفة. العشر سنوات الأخيرة غيرت الكثير لدى الأشقاء في الدول العربية، وأصبح لهم احتياجات أيضا. نحن مع قضاياهم، ونحن مع أن يتم طرحها والوصول إلى كل ما هو في مصلحة العرب. هذا التعاون الفلسطيني الجزائري نأمل أن يكون هو تعاون عربي عربي بين الكل العربي، لأن العرب كلهم هو جسد واحد ومكون واحد، ويجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، ويجب أن نتجاوز أي اختراقات حاولت أن تفعلها أو تصنعها إسرائيل في الآونة الأخيرة، وأن يكون العرب كلهم على قلب رجل واحد في مواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتواجه الأمة العربية والإسلامية. طبعا أكيد هناك العديد من المناطق العربية تعاني، ولكن القضية الفلسطينية دائما تبقى أم القضايا العربية، أثقلها أعقدها وأهمها كذلك في المنطقة العربية. سعادة السفير، تكلمتم عن 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 موجة التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي. هناك من قال أنه الآن تطبيع هؤلاء أصبح أمر واقع، يعني ومطالبتكم سعادة السفير قبل قليل أو حديثكم عن ضرورة تراجع بعض الأطراف هاته عن خطوتهم هاته، هناك من يقول أنه الأمر أصبح أمر واقعا، ولا نأمل ولا ننتظر تراجع هاته الأطراف عن تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي. كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ هل هي بالإمكان أن تحدث؟ يعني شوف، أولا يجب أن يلتزم الكل العربي حقيقة يعني بمبادرة السلام العربية. أي خروج عنها هو خرق لقرارات الإجماع العربي، وبالتالي نحن نأمل من هذه الدول الشقيقة الدول العربية أن تلتزم بهذه المبادرة، وبالتالي هذا الحد الأدنى المطلوب عربيا. نحن ليس لدينا أي شك في موقف الأمة العربية، وأنتم لاحظتم أن كل الشعوب العربية هي شعوب حية وترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نريد من القمة العربية المقبلة أن تكون الحامية لقرارات الإجماع العربي، أن تكون الحصن الأخير لقرارات الإجماع العربي، وأن تؤكد على ضرورة رفض أي اختراق لمبادرة السلام العربية أو للمحاولات الإسرائيلية بفرض مزيد من التطبيع على بعض الدول والأنظمة العربية أو الإفريقية. أنتم لاحظتم بأن هذه الموجات التطبيعية إنجاز التعبير كانت في زمن ترند بالدرجة الأساسية، لأنه حاول أن يفرضها من خلال صفقة القرن وما كان يعرف بمؤامرة صفقة القرن على القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني بقيادته بتضحياته بشعبه بالمواقف، الشعب الفلسطيني كله بكل فصائله بالدعم العربي وسيما من الأشقاء في الإخوة في الجزائر، استطعنا إفشال هذه المؤامرة، وتكسرت وتحطمت هذه المؤامرة على صخرة وصمود الشعب الفلسطيني. نعم. وبالتالي نحن نأمل من أشقائنا العرب أن يواجهوا محاولات الابتزاز التي تحاول أن تفرض عليهم بمزيد من التطبيع أو نعم اختراق للمبادرة السلام العربية، وهذا ما نتمناه من الكل العربي. نحن جاهزون أخي العزيز لأعلى درجات التنسيق، نحن في دولة كريمة، دولة معطاءة، دولة قدمت من أجل الشعب الفلسطيني. الشعب الجزائري بقيادته
الشعب الجزائري كله عن بكرة أبيه، هو شعب مجاهد، شعب واجه الاحتلال، وشعب لا يتعاطف فقط مع القضية الفلسطينية وإنما يقدم كل ما يستطيع من أجل القضية الفلسطينية. ونحن في لقاءاتنا مع رجالات الدولة في الجزائر الشقيقة كلهم أكدوا وقوفهم وإسنادهم للقضية الفلسطينية، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري في خندق واحد في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة كل التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية. سعد سفير، كآخر سؤال، تكلمت حول المواقف الشعبية، مواقف الشعب الجزائري والشعوب العربية الأخرى مع القضية الفلسطينية، الموقف الرسمي الجزائري كذلك، هناك من يصفه بالمواقف أو أحد المواقف القليلة المتبقية يعني التي تساند القضية الفلسطينية رغم انقلاب بعض المعايير لدى بعض الأطراف الأخرى أو الدول الأخرى. يعني واضح أن الموقف الجزائري متميز، الموقف الجزائري متميز ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، موقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري، وهذا ليس بجديد حقيقة، هذا موقف تاريخي، ولكن يعني يعود هذا الموقف مؤخرا التأكيد عليه من قبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. أنا أعتقد أنه هذا أمر مهم جدا لأنه جاء في أوج التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاء في أوج الجهود للأسف الشديد إنجاز التعبير التي تحاول الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني فرضها على بعض الأنظمة العربية والدول الإفريقية ومحاولاتهم لاختراق الموقف العربي. نحن نقول بأن هذه فرصة، القمة العربية المقبلة فرصة للتأكيد على مواقف الإجماع العربي وعلى الكل العربي أن يتمترس خلف مواقف هذه القمة وقرارات الإجماع العربي، بأنه لا يستطيع أن يخرج عن قرارات الإجماع العربي، لأن كل عربي وكل نظام عربي في حاجة هذا جامعة الدول العربية التي هي بيت الكل العربي، ويجب أن نحافظ على هذا البيت المعنوي للعرب، والذي هذا الموقف يعني يعبر عن أهمية الوحدة العربية وأهمية الموقف العربي، ولذلك نحن نتطلع بصراحة بأهمية كبيرة إلى هذه القمة. أيضا نشكر ونقدر الموقف الداعم للشعب الجزائري والقيادة الجزائرية، وليس لدينا أدنى شك بالموقف الجزائري الذي نحن نستند إليه في الوقت الذي يتآمر علينا القريب والبعيد، نتكئ على هذا الموقف الجزائري الصامد والصلب في مواجهة كل التحديات، والذي يزيد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تمسك وإصرار وصبر وصمود على الأرض الفلسطينية وتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، لأننا نستند بصراحة إلى جدار قوي أشقائنا العرب وفي مقدمتهم الجزائر، ونأمل من الجميع أن يحذو حذوها إن شاء الله. سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر دكتور فايز أبو عيطة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمدخلة، شكرا جزيلا. إذن شكرا جزيلا سعادة السفير. مشاهدينا الكرام، مستمرون في الحديث في هذا الموضوع دائما مع